أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام ومشاهداتنا الكريمات في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج أشياء صغيرة. موضوعنا الليلة هو تكرار ظاهرة الاحتداء الجنسي على الأطفال من قبل المعلمين، خط الثقة الأول في المجتمع من قبل الطفل ومن قبل الأسرة ومن قبل كل المجتمع. في البداية خلونا نرحب بضيوفنا. معنا في الأستوديو الأستاذة زينب بدر الدين، رئيسة منظمة المعلم قبل الجميع عالم. مرحب بك أستاذة زينب. أهلا وسهلا، مرحب بك، شكرا. والأستاذ عبد المنعم آدم المحامي، مرحب بك أستاذ عبد المنعم. مرحب بك أستاذ. ومرحب برضو بضيفتنا عبر الهاتف الأستاذة هاجر سليمان، رئيسة قسم الحوادث في صحيفة السوداني. أهلا ومرحب بك أستاذة هاجر. يبدو أنه هاجر ما معانا في الخط لسه، بنرحب بها، حتكون معانا عبر الهاتف. في الفترة الفاتت تكررت في وسائل الإعلام قضايا الاحتداء الجنسي على الأطفال من قبل أساتذتهم، حيث فجع المجتمع بحادثة احتداء معلم على 26 تلميذ أو طالب من تلاميذه في مدرسة أساس في منطقة بحري. كما فجع المجتمع أيضا باحتداء شيخ اللي هو معلم في خلوة على تلميذته اللي بتحفظ معه القرآن وهي طفلة عمرها 8 سنوات. وأيضا يعني كانت حادثة يعني صاعقة اللي هي ظهرت في الصحف، اللي هي حادثة احتداء معلم على طفلتين شقيقتين، واللي هي والدتهم معانا وحتكون هي حتتكلم عن ما حدث لبنتيها. خلونا نسمع مع بعض السيدة سين بتحكي عن ما تعرضت له طفلتيها. أنا أم لطفلتين، الطفل الكبير عمره 6 سنوات والثانية 3 سنوات. الاثنين تعرضوا لاغتصاب من أستاذ ساكن معانا في الحلة سوا، وأنا شغالة في البحر مديدة. معانا في الحلة، جارنا في الحلة معانا بدرسها في البيت، بدرس الكبير عمره 6 سنوات، عمره 50 سنة، متزوج ومطلق مرته وعنده بيت ولد، بدرس في مدرسة ثانوية، مدرسة خاصة. بيدرس البنت الكبيرة درس خصوصي في البيت، بيجينا الأيام اللي بيجينا فينا الأربع والخميس والجمعة، واليوم ديك جانا يوم الثلاثاء، وبيجي في حضورنا نحن يعني أنا وأبوانا كنا قاعدين في البيت، بيجينا العصر. ويوم الحادث ده جانا يوم الثلاثاء الظهر، وكان متراقبني أنا في مكان الشغل هناك في البحر، جه مرتين في ناس شافوه وقالوا لي يعني بعد حصل الكلام ده سمعوا حكوا لي، قال لي كان في البحر هنا مرتين، كان جاء الصباح وجاء بعد الفطور يعني متراقبني، وجاء البيت ما لقى زور في البيت، لقى الشفع برام. لما أنا بكون شغالة طول اليوم في البحر؟ أنا بكون شغالة من الصباح لحد الظهر، ما طول اليوم. ببيع مديدة في البحر في الكماين، بطلع بها من الصباح عن الظهر كده بكون في البيت. بعد أنا انتهيت من بعد انتهيت من الشغل وجيت البيت، لقيت ذاته في البيت شايل حطب. أنا لما جدعت الحطب شفته من الحيطة إنه شوف على الاثنين بنات الاثنين معاه فوق في السرير، لكن برضو ما خطيت حاجة. والشافعة الصغيرة حكت لي، قالت لي إنه الأستاذ ده قلع عليها ملابسها، وهو حداقة دقيت لأبوهم تلفون، دقيت له تلفون قال لي ما تصرف لحدي أنا ما أجيك، وشغال في بحري. الله حرسته لما جاء، لما جاء مشينا قسم شرطة جنبنا هناك مركز بتاع شرطة، ادوني ورنيك مشينا المستشفى، مشينا هناك الورنيك طلع انه في اغتصاب للبنت الصغيرة. بعد ذاك جبتوا حماية الأسرة والطفل، يلا قبضوا بالورنيك، قاموا قبضوا المتهم
قبضوا جابوه، بعد يومين قالوا لي الورنيك ده ما بينفع، إلا دارين ورنيك من حماية الأسرة هنا لمستشفى الشرطة. شلنا ورنيك مشينا وديناها. في نفس الوقت الكبيرة ذاتها كانت متعرضة لاغتصاب وما حكت لي، حكت لأختي. مشينا وديناها هي ذاتها، لقينا إنه صاحبي اغتصاب في غرار الطبيب طلع لنا. بعد ذاك جبنا الورنيك. الطبيب عمل لنا ورنيك إنه تعرضوا لاغتصاب. جبنا الورنيك لحماية الأسرة، قالوا في فحص بطلع بعد، وعملوا لنا فحص طلع بعد 21 يوم. والفحص بعد طلع بعد ذاك قريب شهر، حتى بعد ذاك حددوا لنا جلسة أولى محكمة. حددوا لنا المحكمة، مشان الجلسة الأولى أجلوها بحجة إنه ما عنده محامي. الجلسة الثانية جينا نحن وجهو ذات المتهم والمحامي، منزله نفس الوزارة، وزارة التربية والتعليم. بعد ذاك المحامي بتاعه قال ما القضية ما اطلع له، قال دار فرصة إنه اطلع على القضية تاني، أجلوها لنا لجلسة تاني. الجلسة الثانية تاني مشينا تاني أجلوها لنا. الجلسة الثالثة أجلوها لنا ليوم 24. طيب انت حكيت ان في مسؤول حاول يتدخل؟ هاي في مسؤولين اثنين، وقال لنا الكلام ده ما يحصل الإعلام. يعني عندهم بيوصلت قرابة بمعرفة؟ عنده صلت قرابة بيه قريبه، حتى الأستاذ ذاته ساوم أبونا، يعني قام قال له انت ما توصل الكلام ده للمحكمة وكده، انت اي تمن انت تطلبه انا بديك. والاستاذ الان وين هو في السجن؟ الاستاذ مطلعينه بضمانه، بس حاليا معانا في الحله قاعد. موجود هاي معانا في الحله، لكن ما قاعدين تتعرضوا لبعض لما تكلمتوا معه؟ لا ما تكلمنا معه تاني. مشيتوا لاي يعني جهات قانونيه ولا دعم نفسي ولا كده؟ مشينا لمنظمة سيما، عمل لنا جلسة أولى بتاعة الدعم النفسي، يا دوب بدوا لنا العلاج أنا وزوجي، وللأطفال لسه ما بدوا لهم. منظمة سيما وبرضه عملوا لهم فحوصات، يعني في فحوصات كان من المفترض يعملوهم لنا في المستشفى ما عملوهم. نظر فحص بتاع الإيدس برضه عملته لنا منظمة سيما، وتاني فحوصات تانية برضو تخص الأمراض التناسلية. الحمد لله فحوصات طلعت نظيفة. كانت دي إفادة السيدة سين، والدة الطفلتين ضحايا الاعتداء الجنسي من قبل أستاذ ومجارم. خلونا في الأول نسأل أستاذة هاجر سليمان، رئيسة قسم الحوادث في صحيفة السوداني، باعتبارها يعني متابعة لكثير من هذه القضايا، وكانت يعني الصحفية كان لها سبق في نشر الكثير من هذه القضايا. أستاذة هاجر مرحب بيكي. أهلاً وسهلاً ومرحب بيك أستاذة أمل. في البداية بنسألك يعني من متابعاتك، هل بتفتكري أنه يعني تكرار هذه الحادثة، يعني حادثة اعتداء المعلمين على أطفال، يعني هم بالنسبة لهم أساتذة، بتفتكري انها هي ظاهره يعني متزايده وخطيره وكذا؟ في البدايه احيي الساده المستمعين والساده المشاهدين، واحييك يا استاذه امل على تناول مثل هذه القضايا اللي بتعمل على معالجه المجتمع، ونامل انه دائما نحن نوصل المعلومه السليمه اللي من شانها انها تخلي مجتمعنا يكون يعيش في سلام وامن. حقيقة قضايا اغتصاب الأطفال أصبحت ظاهرة، وظاهرة مخيفة جدا. على حسب علمي أنا الشخصي ومن خلال متابعتي، إنه يوميا تسجل أقسام أو وحدات حماية الأسرة والطفل المعروفة ما بين 4 إلى 5 بلاغات يوميا، بلاغات اغتصاب أطفال. نعم 4 إلى 5 بلاغات. لكن كانت وكيلة نيابة حماية الطفل بمحلية شرق النيل، محليتي شرق النيل وبحري، الأستاذة محاسن الباشا، قالت في تزايد في أعداد بلاغات اغتصاب الأطفال
في الفترة الأخيرة واعتبرتها إنها ظاهرة خطيرة جدا، وأكدت إنه البلاغات اللي بتكون في يعني على حد قولها قالت أكاد أحمل في حقيبتي الخاصة في اليوم الواحد أكثر من 10 بلاغات في اليوم الواحد، ودي يعني جزئية فقط من جزئيات حماية الأسرة والطفل. نعم المتوسط لليوم الواحد، المتوسط ما بين 4 إلى 5، فإذا حسبنا بالكامل يمكن يكون 10 أو 12 بلاغ. نعم ده في ولاية الخرطوم فقط. في ولاية الخرطوم فقط. نعم ده بيعني إنه الظاهرة في تزايد، وأصبحت ظاهرة مخيفة جدا تستدعي إنه كل السلطات وكل الجهات ذات الصلة تقف لمحاربة مثل هذه الظواهر. طيب من متابعاتك يا أستاذة هاجر، هل لاحظتي إنه في تزايد في عدد الاحتداء الجنسي على الأطفال من قبل الأساتذة تحديدا؟ لأنه الأساتذة هم الفئة الأكثر ثقة هسه في المجتمع يعني، وبتعاملوا نعم. مع أجيال كاملة من الأطفال وكده. نعم من خلال ملاحظتي إنه في تزايد في جرائم اغتصاب الأطفال من قبل المعلمين وتحديدا المعلمين المدارس. لعلمك يا أستاذ أمل، الجرائم اللي بيفتح فيها بلاغات اغتصاب لتلاميذ ممكن دي تكون بنسبة 40% من جملة الحوادث اللي تقع، لأنه في حوادث التلاميذ ما بيمشي يفتح فيها بلاغ، وخاصة إذا كانت تلميذات بنات في الثانوي أو في الابتدائي في تامنة سابعة، خوفا من أسرهم خوفا من المجتمع اللي حواليهم بيسكتوا وبيداروا على الظاهرة، والوحدة بتكون قد تعرضت لاغتصاب بشكل أو بطريقة أو بأخرى من معلمة. نعم. ودي حاجة تستدعي، وخاصة المعلمين يعني احنا ما بندين المدارس الخاصة، لكن معظم انا من خلال متابعتي انه معظم الحوادث اللي وقعت كانت لمعلمين بمدارس خاصة او المدارس ذات الطبيعة اللي تميل فيها مثلا خلاوة وحاجات زي دي. نعم طيب يا استاذ هاجر، خلينا نسأل الاستاذ عبد المنعم بصفته محامي، بنسألك يعني هل تكرار ظاهرة الاحتداء الجنسي على الأطفال من قبل المعلمين يسمح لنا نضع المعلم بين قوسين في قفص الاتهام؟ طبعا بالضرورة أستاذ أمل لا، لأن الأساتذة هم يعني شريحة مهمة في المجتمع، وهم اللجنة الأساسية اللي بتساعد الأطفال على النمو أصلا يعني النمو الفكري أقصد، لكن ممكن بالضرورة مراعاة الأمر بما أنه أصبح الظاهرة، والإحصائية اللي قدمتها لنا الأستاذ عبر الهاتف تقريبا أقل من القاعد تصل البلاغات اللي بتصل المحاكم أقل من 40%، فهي هي ظاهرة فعلا. نعم. أنتم من خلال متابعاتكم في المحاكم يعني بتفتكروا أنه هل في تزايد يعني في كثير من الأسر أو الآباء أو الأوصياء على الأطفال بيصلوا بقضايا المعلمين المتحرشين والمحتدين على الأطفال؟ طبعا في الفترة الأخيرة بعد قانون 2010 أصبحت يعني البلاغات تصل للمحاكم بدرجة أكبر، لكن برضه ما الدرجة الكاملة يعني. نعم يعني حصل زيادة في عدد البلاغات وكده بعد. في عدد البلاغات في زيادة، لكن برضه لسه ما قاعد تصل. في 2010. نعم، لكن ما بتصل لسه على المحاكم بالدرجة الكافية. يعني البلاغات حتى البلاغات المتعلقة بالأطفال بما إنهم هم قصر وكده، فالناس دائما بيصلوا مع أسرهم لتسوية. يعني ومرات الأسر ذاتها يعني بتعدل عن قرارها في السير في البلاغ للمحكمة. نعم ما بتمشي لقدام في قضية ومحكمة وحكم وكده. يعني خوف من يعني فضيحة وكده. نعم. والخجل. هسه عايزين نسألك السبب. نعم. شنو يعني؟ بيفتكروا إنه يعني بالوصول يعني كده بينسفوا مستقبل أبنائهم، يعني بيفتكروا لو هم ودوا ابنهم المحدد المغتصب أو الابنة المغتصبة وصلوا المحكمة ممكن يقولوا خلاص يعني مستقبله ضاع لأنه حصل له اغتصاب وتعرض لحالة اغتصاب، ودي مسألة عندها علاقة بالمجتمع برضو وعيه الكامل بمسألة الاغتصاب وعلاقة المجني عليه بالاغتصاب وكده، فممكن يعني تتناقش القضية بأنها ظاهرة أيوة، وبعد ذاك يواصلوا في أنه مكافحتها ممكن تبدأ بالتوعية يعني مكافحتها. نعم. ممكن تبدا بالتوعيه. طيب قبل ما نمشي للمكافحه والتوعيه خلينا نسال الاستاذه زينب، يعني المعلم قال عنه الشاعر احمد شوقي قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم ان يكون رسوله، حصل له شنو في السودان يعني؟ من الذي يقوم الان للمعلم؟ يعني تكرار حتى الإدارة في نعم تكرار يعني في حوادث أستاذة أمل هي الجنسية حقيقة تكرار في كثير من المشاكل طيب تكون من قبل المعلمين. المعلمين ديل ما جزيرة معزولة، دي ظاهرة حقيقة. نعم. هي ظاهرة لكن ما هي ظاهرة يعني دي ممكن تكون لكن ما ظاهرة وسط المعلمين،
هي ظاهرة في المجتمع، في ظاهرة بتاعة اغتصاب أطفال، والمسألة بيجت يعني هسا يمكن تكادي في أي مجتمع تقعد فيه دي القضية المثارة، لكن مش الظاهرة هي اغتصاب المعلمين للأطفال، لا، في اغتصاب للأطفال، والمسألة دي بتحتاج إنه الناس يعني إحنا هسي ما عايزين نشوف العلاج قبل ما نشوف السبب شنو، ما لازم يكون في سبب، يعني ليه فجأة المسألة دي بقت حاجة كثيرة جدا ومنتشرة وكده. المعلمين فئة من فئات المجتمع حاصل يتأثروا، أيوة هم الفئة الأكثر خطورة يا أستاذ، الأكثر خطورة لأنه أكثر ثقة، يعني بودي طفل المدرسة بديه لمعلم يقعد معاه 8 ساعات بالتأكيد اليوم. الشخص الفاسد ثقة فيه الشخص في الفاسد صح كده. الشخص الفاسد في المجتمع عامة ما بيلقى الكم ده من الأطفال قدامه، ودي الخطورة يعني. لكن أنا شخصيا بفتكر أنه نحن قاعدين نجني حقيقة في مسألة، يعني دي النتيجة الفعلية، يعني مش اغتصاب الأطفال، يعني حتى انتشار ظاهرة المثليين دي النتيجة الحقيقية لفصل مرحلة الابتدائي من المرحلة المتوسطة، قاعد تظهر هسه كده. كيف يا أستاذ؟ دي فصل المرحلتين ديل. نعم. لأنه الاغتصاب ده ما بدأ بالناس الكبار، والمعلمين ظلوا ينبهوا لأنه المسألة دي خطرة جدا. وفي ومما اتفصلت مرحلة الابتدائي من المرحلة المتوسطة التربويين كلهم قالوا المسألة دي خطيرة جدا. لكن يا أستاذة بالنسبة للأطفال، بالنسبة للأطفال مع بعض يعني في إطار احتداء الطفل الأكبر سنة على الأصغر سنة، لكن بالنسبة للأستاذ المشكلة ذاته يعني. نحن ما لازم نجيب دراسة بتوري إنه هم فياتو سن المعلمين اللي قاعدين يقوموا بالاغتصابات دي، يعني هاي هسه في ناس كبار في السن، لكن النسبة الأكبر الأطفال نعم اللي بتعرضوا يعني لاغتصابات. سيدة سين قالت إنه عمره 50 سنة وهو متزوج من قبل وعنده أطفال، ومن قبل المعلم اللي احتدى على 26 من طلبته هو 40. أي أنا ذاتي حتى الكيس الحاصل ده في رجل عمره 50 سنة احتدى على طفلة، ما بعتبره أستاذ أصلا، لا لاقوا في مدرسة، زور ساكن جنبهم في الحلة، لا هو يعني هو بيدرس دروس خصوصية. لكن يعني انا الاستاذ ده تقوية افتكر انه مستواه ضعيف، الوالد أيوة بيثق فيه وكده، ومعلم مرحلة ثانوية وهي بيد عمرها وهي بيد في سادسة، يعني المسائل دي كلها هسه ما حقت استاذ، ست سنوات ما حقت استاذ اصلا. نعم. يعني هسه نحن لو درسنا الكيس ده، الأستاذ المسؤول الموجود في المدرسة اللي عنده إدارة بتحاسبه وبتراقبه وبتشوفه. أنا بجيك بعدين للقصة بتاعت إنه هو أصلا إدارات المدارس، يعني المسألة دي ما مفصولة من بعض. فصل المرحلة الابتدائية عن المرحلة المتوسطة يسببت في إنه يحصل احتداءات من التلاميذ في سن المراهقة عمرهم 13-14 سنة لتلاميذ عمرهم 6 سنين. التعود على المسألة دي في النهاية بيخلق زول هو اللي قدام، واحد الشك بتاع الاغتصاب ذاته ممكن يخليه هو لما يكبر عايز اغتصب، اثنين المزل بتاع التعود على الممارسة وخلاص تبقى، يعني احنا ما جينيا السودانيين يعني هذا السودانيين ده جينيا فاسدين، يعني لم يبلغ 50 ولم يبلغ 40 الجيل اللي حصل له يعني درس التعليم في السلم التعليمي الجديد 8 سنوات اللي هم الآن الجيل بس 20. احنا لازم ندرسه، عمرهم كلهم يقل عن 23 يعني كبار السن، وما بس المعلمين، يعني قاعد تحصل اغتصابات من أطباء، اغتصابات من أئمة مساجد، اغتصابات من عموم موظفين، من نعم من شخصيات مسؤولة. نعم. حتى في المنزل المعلمين من ما جزيرة، أنا ما بدافع حتى المحارم يعني هسي زي ما أنت قلتي المعلم اغتصابه فيها خطورة. نعم. أنا يعني أنا ما دايرة دافع عن المعلمين، لكن أنا دايرة أقول إنه المعلمين ديل ما عايشين في جزيرة معزولة. الحاصل في المجتمع العام. نرجع لأستاذة هاجر مرة تانية. أستاذة هاجر يعني كان في اتهامات يعني من قبل المسؤولين في يعني في تربويين، ومن قبل أيضا يعني كان في عدد من المسؤولين في الشرطة وكده بيتهموا الإعلام بأنه هو واحد من أسباب يعني ترويع الناس، يعني يفتكروا إنه الإعلام يعني بتناول قضايا اغتصاب الأطفال وقضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال خاصة من قبل الأساتذة وكده،
بشيء من الإثارة وشيء يعني من عدم الموضوعية، وده سبب رعب للمجتمع. أنت رأيك شنو في الكلام ده؟ إن هاي الكلام ده حقيقي؟ أنا في رأيي أصلا الكلام ده لا أساس له من الصحة. نعم، كيف؟ لا أساس له من الصحة، ودرجة الأجهزة الأمنية إنها تحمل الإعدام مسؤولية أي ظاهرة تظهر في المجتمع. سبق وإنه نحمل الإعدام ظاهرة تفشي جرائم ميت النار. واحد بيقوم مثلا خاطب واحدة وخلته بيقوم تمشي تكشح فيه ميت النار، بيقوم قالوا إنه الإعلاميين هم السبب الأساسي في انتشار الظاهرة دي. الإعلام ما عنده علاقة بتفشي ظواهر الاغتصاب والجرائم في الإعلام، ما عليه إلا إنه هو بيعكس الشيء الداير والحاضر. طيب أنت بتفتكري إنه عكس هذه القضايا في الإعلام هو مؤشر يعني إيجابي ولا سلبي؟ يعني ممكن نعمل يعني دفع ودعم وحماية للأطفال ديل والأسر، ولا ممكن فعلا يسهم في زيادة الظاهرة زي ما يعني كثير من الناقدين بيقولوا إنه ممكن يخلي الناس يتعلموا يعني يقووا قلبهم زي ما هم بيقولوا؟ الإعلام عمره ما كان سبب في تفشي ظاهرة. الإعلام بيساعد وبيسهم في إنه في توعية المجتمع. طيب، حقيقة المجتمع محتاج إنه تنشر مثل هذه القضايا. طيب لو تابعتي انا لما اقوم اتناول الظاهره اقول والله الاطفال ديل حصل انه تعرضوا للاغتصاب لانه والدتهم مثلا كانت في شغل والدهم كان ما فيش وهم كانوا بعدين براون والمعلم جاء في البيت براون، ده بيخلي ام ثانيه تاخذ كافه تحوطاتها وما تترك ابنائها في البيت براون. طيب لو تابعتي معانا يعني سرد السيده سين لما حدث لبنتيها، هي قالت انه في مسؤولين تدخلوا، يعني في مسؤول تدخل بصوره مباشره ومسؤول على مستوى أعلى تدخل برضو في الحتة بتاعت الإعلام دي تحديدا، يعني طلب منهم إنه ما يصلوا لوسائل الإعلام. انت رأيك شنو في الكلام ده؟ لا نعم، حقيقة ما في حالة هي براها، في كل حالات وقوع جرائم الاغتصاب كان المسؤولين بيتدخلوا بطريقة أو بأخرى منعا من يقول للأم أو للزول المتأثر أو المتضرر ما تتكلم مع الإعلام، بل بالعكس مش في الجرائم دي وبس، حتى في جرائم السرقات أو في الجرائم اللي بتكون ذات طابع تحتاج إلى بجد الإعلام يتناولها، المسؤولين بيطلبوا إنه التكتم فيها. نعم، المسؤولين بيطلبوا كده في كل القضايا يعني؟ في كل القضايا، نحن كصحفيين بنختص. لماذا يعني؟ لمصلحة من؟ الجريمة بنعاني جدا في الحته بتاعت النشر اللي هي المسؤولين بيطلبوا انه احنا نتكتم على عدد من القضايا وبعض القضايا، حتى انه في تناول جرائم الاغتصاب جانا منشور بانه نحن والله ما نتناول القضايا دي ثاني في الاعلام. نعم، طيب نرجع يا استاذه هاجر لاستاذ عبد المنعم، يعني نقول له يعني هذا التدخل لمصلحه من؟ طبعا تدخل يعني هسه الان شفنا في الحادثه اللي قدامنا سردت وحكيت من قبل الام السيده سين، وهسي أستاذة هاجر بتقول إنه كمان متكررة يعني في كثير من الحوادث، يعني هل ده محاولة من الوصاية القانونية من المسؤولين ولمصلحة من؟ يعني المسؤول بالعكس مفروض يكون لما القضية تطلع في الإعلام ده مفروض تكون بالنسبة له يعني إزعى مع الإعلام إنه يجي تحل. طبعا أولا من أهداف القانون أول حاجة هي يعني الردع العام والردع الخاص. نعم، الردع العام أصلا ما بيتحقق إلا بالإعلام، يعني عشان تحقق الردع العام ما بيتحقق في يعني في 50% منه الا بالاعلام، لكن مرات المحدوديه في النشر او منع النشر ده بيتم مرات لمصلحه العداله نفسها، لكن ما في جرائم متعلقه بالاغتصاب اصلا، لكن في الجرائم الثانيه مثلا جرائم السرقات وجرائم متعلقه ممكن يكون فيها يعني متهم هارب او كده، او بعد ذاك حتى في معلومات ممكن ينشرها الاعلام تتضرر منها العداله. نعم، لكن احنا في الحادثه اللي لا في الحادثه اصلا يعني ممكن تدخل يعني تدخل بتاع واسطه وهو مسؤول، يعني هو احنا ما عايزين نقول اسمه، لكن يعني لمصلحة القضية لانه القضية ماشية في المحكمة، لكن هو مسؤول من الدرجة الاولى في القضية دي، يعني بيجي بيتدخل بانه التدخل بتاعه الاساسي انه اول شيء ما تصلوا الاعلام. طبعا دي مخالفة واضحة حتى للقانون نفسه. القانون انا زي ما قلت ذكرت لك قبل شوية من اهدافه في حالة يعني مثلا ينشر العقوبة اللي أخذ العقوبة اللي بتتوقع على الجانب في جرائم المماثلة في يعني بالضرورة دي بتحد من الجريمة دي لأنه بيكون بيتحقق الردع العام، لكن في حالة تكون في تدخل من مسؤول بالشكل اللي ذكرته آسي عبر الهاتف الأستاذة ممكن يكون طبعا سلوك شخصي يعني منه بيخاف على المعلمين او هو يعني بيحس احساس منه انه ممكن ده ياثر على مستوى المعلمين. ايضا ذكرت انه وزاره التربيه والتعليم
عينت محامي للدفاع عن الأستاذ المتهم بالإحتيال. أنا كنت هعلق على الجزئية دي. طبعا من حق المتهم في الحالة دي إنه يكون عنده محامي والمحكمة نعم. أصلا ما بتسير. هذا إجراء سليم؟ ده حق أصلا حق المتهم. نعم. طيب بما إنه متهم نعم. طبعا ما ممكن المحكمة تسير في الدعوة أصلا إلا يوفر له محامي، لأنه دي من الجرائم الخطيرة. إذا كانت في حدها الأدنى من يعني بس تحرش بطفلة ممكن عقوبتها تصل إلى 15 سنة، فدي جريمة كبيرة. أصلا المحكمة ما بتقدر تمشي في الدعوة دي، وإلا إجراءها كان بيكون معيب. حتى لو قضت حكمت عليه بأي حكم من الأحكام، الحكم حقها بيكون معيب قابل للإبطال. طيب خلينا ننتقل لأستاذة زينب، يعني كون وزارة التربية والتعليم تعين محامي لأستاذ محتدي على متهم بالاحتداء على طفلتين، يعني ده ما احتراف من وزارة التربية والتعليم إنه هي يعني في مسؤولية من المعلمة اللي إحنا يعني في النهاية ما عايزين نخطه في قفص الاتهام باعتبار انه هي بالنسبه لنا يعني مهنه التعليم دي هي مهنه الرسل والانبياء، واحنا يعني كل هذه الحلقه من خوفنا مما يحدث يعني الان امامنا. تفتكري انه يعني كيف الوزاره كونها معناتها هي تقر وتحترف بانه هي معلمينها عندهم مشكله؟ لا ما معناه كده. انا بتفق مع استاذ عبد المنعم، ده حق قانوني وما متهم، والمتهم بريء حتى نعم تثبت لكن إدارته. أصلاً وزارة العلم التي تعين من حقه من نعم. حق المعلم إنه الوزارة اللي هو بينتمي لها تعين له محامي إذا هو ما استطاع. نفتكر ده حقه، حق من حقوقه إذا هو فعلاً أستاذ معين في وزارة التربية والتعليم. لكن أنا برجع أقول إنه نحن ما خاتين الأساس في قفص الاتهام، نحن خاتين ظاهرة في المجتمع كله. هذه الظاهرة سببت قلق للناس، أسباب شنو عشان نمشي للعلاج شنو؟ يعني نحن أفتكر إذا تناولنا المسألة بجوانب المفصلة، هو طبعا نحن ما نقدر ندرس الظاهرة يعني أو 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 نمشي في التنظير فيها بدون ما تخضع لدراسة. يعني هسي نحن ما عندنا أي دراسة قدامنا إنه الفئات العمرية للمغتصبين، التوزيع الجغرافي للمغتصبين، ولو انه شايفه في كلام كثير عن انه معظم الاغتصابات بتحت المعلمين تحديدا في بحري، لكن ليه في بحري؟ دي ذاتها مساله بتحتاج لانه يعني وزاره التربيه والتعليم تقعد في اجتماع خاص يعني في 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 المنطقه دي عشان تدارس انه في شنو ادى لانه بعض المعلمين، انا لسه بقول بعض المعلمين، زي ما بعض الاطباء، زي ما بعض اي فئه ثانيه، زي ما بعض الائمه، زي ما بعض في فئه من المعلمين نعم قاعد تغتصب تمارس اغتصابات، في فئه من المعلمين قاعد تمارس رشد. نحن لازم ندرس الحاجه دي ونربطها بادارات المدارس ونربطها بمناهجنا التعليميه. نعم يعني ما هي كانت السيده وزيره الرعايه الاجتماعيه في ولايه الخرطوم استاذه مشاعر الدولب اتكلمت عن انه هم بصدد اجراء دراسه يعني عن الموضوع ده، وانه يعني حيكون في اخصائيين اجتماعيين في المدارس وفي اخصائيين نفسيين يعني كذا في المدارس. تفتكرين دي هي مهم يا استاذه امل انه الناس اللي قاموا بالاغتصاب ديل ما بس العقاب، يعني ما بس يعاقبوا ويسجنوا 20 سنه او يعدموا، مهم جدا يخضعوا هم ذاتهم لدراسه وتحليل نفساني عشان نحن نقدر نعالج قدام إنه المسألة دي ما تستمر في مجتمعنا لحد ما ينتهي. نعم. طيب برضو كان في يعني حل طرح إنه يعني أدي المعلمين القسم، يعني زي قسم الأطباء، هم قالوا إنه يؤدي والمعلم قبل ما يتعين. والله في إنه دي حلول كده هم ذاتهم، يعني أنا ما داير أمشي في حتة يعني شوية منو اللي يؤدي القسم؟ المعلمين ديل ذاتهم يعني ما لازم يشاف كل الأوضاع بتاعته، من يؤدي القسم تجاه منه؟ يعني هسي هل المعلمين ديل الأوضاع اللي عايشين فيها والبيدرسوا فيها والبيمارسوا فيها المهنة بتاعت التدريس اللي تحولت من مهنة تربية تماما لمهنة بتاعت أداء حصة؟ نعم. يعني أنا يؤدي القسم على أي أساس؟ نعم لكن هم وهل القسم بحل؟ هل أداء القسم قاعد يحل يعني المشكلة دي؟ يعني هل تقصد إنه الظروف الاقتصادية للمعلم مثلا ممكن تكون سبب لكل المجتمع؟ لا، ما للمعلم، أنا ما بقصد
المعلمة نعم مش ما سبب للاغتصاب، لكن هو ده قهري نفسي ممكن يتسبب. يعني هو المسائل بتاعت الاغتصاب دي ما مربوطة بس بالكبت الجنسي، لا، الكبت العاطفي، الضغوط النفسية، يعني دي كلها حاجات في النهاية بتأدي لأفعال خارج عن 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 قوانين المجتمع وعن أعرافه وعن دياناته وعن قيمه. إحنا تحولنا، يعني حصل تحول في هذا المجتمع في قيمه، في سلوكياته، في كل حاجاته. ليه؟ ما لازم نشوف ليه الحاصل ده، والحاصل ده حصل في السنوات الأخيرة دي. نحن ما ما الأستاذ ما ندخل راسنا في الرملة. نعم، يعني كان لغاية وقت قريب هو محل احترام كل المجتمع، أكيد. وهو محل احترام تلاميذه وطلبته، هو أيضا كان يعني المربي والمعلم الفاضل، وكان يعني رسول الأخلاق، يلا ممكن يربي حسي يربي متين نعم. ويربي كيف، لكن برضو منهج في المقابل يعني في ناس بيفتكروا إنه يعني دي كانت يعني دي فرية في المجتمع، إنه المعلم كان المعلم، يعني إنه فهم إنه كنا كلنا يعني مجتمع فاضل، وإنه ما فيه احتداء جنسي وما فيه تحرش على الأطفال. في فرق يا أستاذة أمل بين يعني المعلم وبين المؤدي للحصص. نعم، يعني في كلام الآن ممكن يعني أستاذة هاجر لو معانا على الخط لسه ممكن تجاوب لنا. الناس بيفتكروا إنه يعني خروج هذه القضايا للإعلام هي الشيء الجديد وليس تغيير في التركيبة الاجتماعية. يعني إنه هذه القضايا الناس أصبحوا يعني يذهبوا للشرطة، أصبحت هناك شرطة أسرة والطفل، أصبح هناك قانون زي ما قال أستاذ عبد المنعم للطفل، قانون 2010، أصبح هنالك متابعة يومية للقضايا التحرش الجنسي والقضايا المسكوت عنها في وسائل الإعلام. معنا أستاذ هاجر. ألو ألو يا أستاذ أمل. ألو مرحب. ألو أستاذ هاجر. أمل الله يخليك تسلم. معانا أنت؟ أيوة أنا معك. سمعت سؤالنا إن شاء الله. وسمعت كلام الأستاذة زينب. طيب نسمع رأيك في الكلام ده. أسهم في إنه ينشر القضايا، أسهم في إيجاد معالجات لها وإيجاد قوانين وإيجاد إجراءات. بعدين عندي تعليق على القصة بتاعت القسم. القسم ما بيحل ولا بيربط بالنسبة للمعلمين. نعم. شأن القسم بتاع الأطباء. نعم، يعني أنا لقيت أساتذة في أساتذة رافضين بيفتكروا نفس الفكرة بتاعتك دي إنه ما بيحل ولا بيربط، في أساتذة بيفتكروا إنه ممكن يقدم حل، يعني بيفتكروا إنه زي قسم الأطباء، يعني أطباء بيأدوا قسم، القانونيين بيأدوا قسم، فإنه ممكن نعم. المعلم يؤدي قسم. في أطباء بيأدوا قسم، وأيضا هم ما بعيدين عن وقوع الجرائم، وهم ما بعيدين عن ارتكاب جرائم اغتصاب لمرضاهم. وأذكر إنه الأسبوع الفات تم تأييد عقوبة إدانة لواحد طبيب اغتصب مريضة منتصف الليل، هي كانت مصابة بمرض السكر. فدي قضايا ما بعيدة عنها. القسم لوحده ما بيكفي، لكن لازم إيجاد أشياء أخرى بديلة أو تجديد العقوبات. بس الحمد لله إنه قانون 2010 وصل لعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. نعم، الإعدام أو السجن المؤبد لمرتكب الجريمة، والحمد لله. على الرغم من ذلك إنه لكن ما أسهم في انخفاض الجرائم، بل بالعكس إنه لا زال في ارتفاع ومؤشر خطير جدا يدل على إنه في تزايد. لكن في اغتصاب الأطفال. أيوة طيب يا هاجر، لكن في اتهام إنه يعني الإعلام، والإعلام فيه شق الآن، في صحف يعني صحف الإثارة وصحف الصفراء، وهي كلها بتقوم على الجريمة في المقام الأول، يعني وإثارة مثل هذه الجرائم بالنسبة للمجتمع. يعني يعني في حديث إنها هي أيضا تسببت في زيادة هذه الظاهرة، يعني ظاهرة الاحتداء الجنسي على الأطفال، ظاهرة اغتصابات الأطفال. ممكن يكون في تناول سلبي من بعض الجرائم أو من بعض الصحف التي تتناول الجرائم بطريقة باهتة وصفراء. الصحف دي لما تتناول هي بتفتكر إنها هي بتسعى وراء الإثارة وراء تحقيق أعلى مبيعات، وهي بذلك تكون ضرت سواء كانت طفلة المجني عليها او ضرت اسرتها او ضرت جوانب كثيره بدون النظر لها. لكن ده ما بيعني انه النشر في قضايا الاغتصاب يسهم في تزايدها ابدا. هي القضايا دي متواجده من زمان، ونحن منذ الصغر بنسمع بها، لكن للاسف زمان ما كان في وعي. الان كل الشيء العمل الاعلامي انه اسهم في رفع درجه الوعي بين المواطنين، اسهم في انه يخلي المواطن ده يعرف حقوقه وواجباته، والمواطن كيف لما يجي عليه حادث زي دي يمشي يبلغ الشرطه، او لما يعرف انه الطفل ده اتغير او شكله اتغير في حاله بتاعت عياء يقوم يمشي يبلغ الشرطه ويفقد طفله. فنحن بكده بنسهم بانه نحن
نواعي المجتمع ليس إلا. نعم. نعم. طيب يا أستاذ عبد المنعم نرجع لك تاني في القصة بتاعت إنه يعني نحن ما ممكن نجرم كل المعلمين بالتأكيد ولا ممكن نجرم مهنة التعليم، لكن يعني تفتكر إنه ممكن مثلا يعني نمضي في اتجاه إنه يعني المعلم مثلا يعني الناس الأكثر التصاقا بالأطفال إنه يكون عليهم عقوبات أكثر ردعا مثلا أو أكثر حسما؟ طبعا القانون ما أصلا القانون ما حدد المعلمين فئة محددة. نعم. وضع لها عقوبات مختلفة يعني في قضايا الاعتداء ما بنفرق إنه من المعتدي مثلا؟ لا في تفريق. نعم. القانون السوداني الآن قانون الطفل تحديدا ما حدد المعتدي منه، لكن القانون الجنائي السوداني في جرائم الاغتصاب وجرائم الزنا حدد اللي هو في جرائم الاغتصاب حدد منه المعتدي عقوبته شنو، لكن في قوانين حق الدول تانية حددت المعتدي وزادت العقوبة حقته. يعني مثلا في المغرب العقوبة حقت المغتصب بتكون المغتصب العادي للأطفال بتكون مثلا من 15 سنة إلى 20 سنة، لكن في حالة يكون المغتصب هو يعني ذا صلة أو مأمون على الطفل بتكون عقوبته تصل إلى 30 سنة. دي العقوبات. الشخص المأمون على الطفل في حالة ارتكابه للجريمة مفترض تكون العقوبة حقته مختلفة أكثر من الشخص الثاني. نعم. يعني أسف في المحاكم، حاصل في المحاكم إنه الشخص المأمون أو الشخص يعني تكليه سند الطفل أو كذا يأخذ عقوبات أعلى؟ لا في القانون السوداني ما حاصل. نعم. لكن هنالك في القانون السوداني أيضا يعني بعد قانون الطفل هناك تفاوت في الأحكام الخاصة بقضايا الاغتصاب الأطفال وقضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال وكذا. تفاوت الأحكام ما بيستند لأنه الاعتداء منه، لكن بيستند لشكل الجريمة. هل بلغت العقوبة الجريمة كان طريقة ارتكاب الجريمة؟ الدرجة اللي بيستحق على العقوبة شنو؟ يعني من 10 سنوات إلى 15 سنة إلى الإعدام إلى السجن المؤبد. القانون وضع العقوبات دي تتناسب مع شكل الجريمة. إذا كان الشكل من الأشكال اللي فيها قسوة على المجني عليه وكان يعني كده عرض المجني عليه لأضرار نفسية وأضرار بدنية، يعني شكل الارتكاب الجريمة هو اللي بيحدد درجة العقوبة كيف. بعد ذاك القضاة تحديدا الموكلين لهم النظر قضايا الطفل دي قضاة من القضاة يعني المهرة، يعني أغلبهم قضاة يعني متمكنين من أداء وظيفتهم بشكل كامل. نعم. حتى يعني في هل تم في تدريبهم ولا لا تم تدريبهم قانون بشكل قانون جديد؟ ويعني حتى هم عندهم تدريب بشكل يعني بشكل مميز، وهم أصلا قضاة يعني أصلا قضاة مهرة في طريقة استجواب الطفل. حتى يعني القانون أدى للقاضي السلطة في إنه يستجوب الطفل ذاته إذا كان طفل مثلا بيعي من 4 سنوات أو 3 سنوات أو 5 سنوات. القاضي بيعرف يستجوبه، يعني يقدر يعرف يأخذ منه أقواله في حال في شكل ارتكاب الجريمة، المتهم منه في تحديد الحاجات العامة للجريمة دي. بعد ذاك حتى الأدلة الثانية. لكن القانون الأسي مثلا زي ما ذكرت الأستاذ أسي البرتكب الجرائم فقط هم ما الأساتذة، ولكن الناس الموكول لهم حماية الطفل تحديدا. يعني مثلا هسه عندنا قضية في محكمة، القضية دي متعلقة بأنه عم ارتكب جريمة اغتصاب في حق بيت أخوه. يعني ثاني في جريمة برضو يعني في أحد ولايات وسط السودان أبو ارتكب جريمة اغتصاب في بنته، في جريمة حق يعني مثلا كده. حتى الكلام ده ما إلا في السودان، يعني في بعض الدول الثانية الدول المتقدمة دول العالم الأول مثلا في الأمريكيتين حددت الأمم المتحدة نسبة كانت 71 مليون طفل بيتعرضوا في السنة الواحدة لاغتصاب، ممكن تكون 51 منها في المية دي من ناس مأمونين على الطفل. نعم. يعني هي يعني دائما هسي في كل الدراسات وكل المختصين وكذا يقولوا انه يعني الطفل دائما يتعرض من يعني للاغتصاب والاعتداء الجنسي وكذا من اقربينه والناس لانه لصق بهم اصلا يعني لانه هو طفل اصلا وما بيتحرك كثير خارج. نعم. خارج اسرته وخارج الناس المأمونين عليه. نعم. فالاساتذه والاسره في يعني في المستوى حق الاول هم ديل بيكون اصلا الطفل لصيق بهم، فبكون عرضه للاغتصاب دائما منهم هم. وفي اخر حتى لو يعني اي شكل اعتداء اخر مثلا التحرش كذا. طبعا التحرش هو طبعا يعني مرحله اولى من مراحل. نعم. ارتكاب جريمه. نعم. ثانيه. لكن احنا دائما يعني بنتكلم عن المعلم، يعني بفتكر انه المعلم هو الاكثر حساسيه لانه مهما كان يعني قضايا الاعتداء الجنسي على الاطفال لم تتم في مستوى الأسرة وفي مستوى المجتمع الضيق، يعني أخف من إنها تتم في مستوى يعني المعلم اللي هو يتعامل مع أجيال من الأطفال ويتعامل مع يعني مئات الأطفال متغيرين، يعني ومشكلة يعني ممكن معلم واحد يسبب مشكلة لجيل كامل من الأطفال
لو كان هو معلم يعني محتدي جنسيا بالاغتصاب او بالتحرش او ب يعني اي شكل من اشكال الاعتداء. طبعا تتعلق المساله كمان برضو بالمعلم اصلا تم تدريبه يعني بذات مستوى، يعني ما هو الحصيله الاكاديميه فقط هي يعني اللي هو الكواليفيكيشن لانه يكون. خلينا ننتقل بالسؤال ده لاستاذه زينب، يعني التدريب بتاع المعلمين والتاهيل بتاعهم يعني انت قبل التدريب وقبل التاهيل التعيين المعلمين هسه بيمارسوا الجرائم دي، هل تم تعيين خضعوا لمعاينات من قبل تربويين؟ دي حاجة أساسية ومهمة. هل حدث ذلك؟ يعني أنا 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 بفتكر إنه حقه ده يكون سؤال أساسي. نعم. وهسه في إشارة إنه معظم المعلمين ديل باعتبارك معلمة قديمة وباعتبارك أنت رئيسة لمنظمة. الحاصل ما قاعد يحصل كده. تعني بشؤون ما قاعد يحصل كده. يعني في معلمين مؤهلين وذوي كفاءة وقدرة على الإدارة والمتابعة بتاع هسه هم برا حقل التعليم، معظم المعلمين الأكفاء القادرين هم برا حقل التعليم. ليه؟ عشان كده أنا يعني بقول لك الخلل ده ما منظر له يا أستاذة زينب، بتفتكري أنه هو لم يعد مهنة جاذبة للتربويين وللأخلاقيين وكذا؟ بعضهم قد تكون جاذبة أو لا جاذبة، فصلوا للصالح العام. كل المعلمين اللي اتفصلوا للصالح العام هم معلمين بكفاءات عالية جدا. نعم. ومدربين وإداريين، ده طلعوهم برا حقل التعليم. نعم. ودي نتائج قاعد نقني فيها. أسألك السؤال ده، يعني هل يعني فصل عدد من المعلمين أو يعني حتى اغترابهم حتى يعني غيابهم من العملية التربوية ممكن يكون يعني دي واحدة من النتائج؟ دي النتائج أصلا. فصل معلمين، تشريد، يعني المعلمين بيجوا ما راغبين في انهم يستمروا في المدارس. اثنين، المعلمين الموجودين ذاتهم هم حاليا قلت لك ما تربويين. بمعنى شنو؟ ما معلمين قاعدين في المدرسه من الساعه 7:30 لحد الساعه 2:30. المعلم بيدرس حصه، لا بيحفظ الطلبه، لا اسماء، لا سلوكياتهم، لا سلوكيات المعلمين اللي معاهم. مدير المدرسه قد يكون عنده جدول برا المدرسه، وكيل المدرسة قد يكون عنده جدول في مدرسة خاصة أخرى. المهنة دي اتحولت من معلم لزول بيأدي حصة، وده فرق كبير جدا جدا. الزول اللي بيجي يمسك قد ما يمسك طباشير ذاته خدتها يقرأ حاجة بسريع، لا بصحح، لو بشوف مستويات التلاميذ عشان يراقب سلوكياتهم، عشان يستفيد هو ذاته كمعلم من سلوكيات الناس السبغوه القاعدين في المدرسة. إدارة المدرسة ما موجودة اليوم كله في المدرسة عشان تكون لصيقة بالأحداث اللي بتحصل في المدرسة. ده بعيدنا تاني لموضوع الضغوط الاقتصادية يا أستاذة زينب. الضغوط الاقتصادية. نعم. وتحديدا على المعلمين، يعني انت عارفة انه معلم ممكن يكون شغال 20 سنة مرتبه ما يصل 700,000 ده، ويكون مؤجر ما عنده بيت وعنده أطفال بيربي فيهم، هيربيهم من وين يعني؟ ما لازم. نعم. يكون شغال، يبقى ما معلم، خلاص بقى ما معلم، بقت هي دي ما مدرسة. لما أتكلم. نعم. عن البيئة المدرسية ما بقصد البيئة يكون المدرسة منجلين، يعني هو المعلم اللي أنت بتتكلم عن أوصافه ده بتفتكري إنه هو عرضة لإنه يحتدي جنسيا، يعني ما بكون عنده وازع أخلاق كفاية؟ لا أنا ما بقصد هو العرضة ليه كده. نعم. أنا بقصد إنه بعض المعلمين في مثل هذا الجو سهل جدا انه يعتدوا، لكن اذا كان في مدرسه متكامله، في بيئه مدرسيه متكامله، اداره مدرسيه، شعب مدرسيه، مدرسين موجودين، المعلم الواحد الفاسد ده ما لا يستطيع ان يمارس هذه المفسده بتاعته. نعم. في داخل هذه المدرسه هي برضه يا استاذ زينب ممكن. نعم. من ناحيه اخرى ممكن نتحدث عن انه يعني هي مهنه لم تعد جاذبه اقتصاديا للاخلاقيين، يعني انه يعني الشخص الانسان التربوي ده ما زي الطبيب. لا لا. زي هي ما جاذبه، لكن ما انا ما بقصد ما جاذبه للاخلاقيين. نعم. لا، معظم المعلمين الموجودين في المدارس باخلاق عاليه جدا جدا، لكن الواحد الفاسد في هذا الجو اللي هو ما فيه مدرسه متكامله. نعم. ما في عليه رقابه، ما في عليه رقابه فرصته. أيوه. لكن انا ما بقصد ان المعلمين لانه مضغوطين اقتصاديا يتحولوا لوحوش، لا، لكن الوحش الموجود في مدرسه حقيقه بيئه المدرسيه دي بيئه سليمه وصحيحه لا يستطيع ان يمارس هذه الوحشيه بتاعته. نعم. خلينا طيب نتكلم عن البيئه المدرسيه يا استاذه زينب، يعني الان يعني في
تيار خصخصة في التعليم يعني كاسح جدا. يعني شكل المدارس تغير، شكل الأستاذ تغير، شكل الفصول ذاتها، يعني تجد يعني مدارس فيها كثير من المشاكل. مدرسة ممكن يكون مساحتها 400 متر، مدرسة فيها ما لا يقل عن 300 أو 200 طالب. يعني البيئة دي، الفصول، يعني شكل المكتب، شكل الفصل، ممكن تكون هي ذاتها الآن فيها مشكلة. هل ممكن تكون هي ذاتها بيئة ممكن سهل إنك أنت يعني تتحرش بطفل فيها، تتحرش بيه؟ ممكن، هي أكيد مش ممكن، هي أكيد. يعني بيوت، يعني زول بيمشي أجر بيت بيفتحوا مدرسة، يقول لك الفصل فيه 20 تلميذ بس. يعني أنا شفت مدير مدرسة كان بيفتخر إنه عنده 15 تلميذ في الفصل. دخلت الفصل لقيت إنه ال 15 تلميذ ديل قاعدين لهم في غرفة 3 في 3، الأدراج ملصقة، المدرس ما بيقدر يخش. يعني المعلمة لازم تكون في مساحة يتحرك فيها من السبورة لحد آخر تلميذ في الفصل. دي ما متوفرة في المدارس الخاصة، ما متوفرة أصلا. يعني أنت إذا في طفل قاعد في آخر كنبة أو صبي قاعد في آخر كنبة وخدت له قصة تحت رجينه، أنت لاحظت إنه الزول ده ما معاك في الفصل، هل بتقدر تصله؟ حتلب ما حتى ولا حتعرفه ولا حتقدر تتابعه. إذا أصلا الطفل ده يعني أي ممارسة، أنت كمعلم واقف، المعلم ده هسه أصبح دوره يقابل السبورة وبس. نعم. قابل السبورة وبس، في انفصال، في انفصال وداني بين الطفل والمعلم. بعدين برضو المنهج يا أستاذة أمل، المنهج ضعيف. يعني المنهج ده ما منهج تربوي في كل المواد، هو ما منهج تربوي، هو منهج بتاع تحصيل معلومات. يعني نحن لو رجعنا للمناهج اللي نحن درسنا بها في زمن لا فيه التلفزيون ولا فيه ديجيتال ولا أي حاجة، المعرفة كانت بتكون غنية وثرة بطريقة غير مباشرة. لكن عشان نغير المناهج بسرعة شديدة جدا، عشان ندي شخصيات محددة إنها تضع المنهج، لأنه وضع المنهج ده، وضع الكتاب ده من وراه في مكسب مالي لوضع الكتاب، يكلفت الكتاب بدون ما يخضع الكتاب ده لتجربة، لتجريب، بدون ما يدرسوه يعني عدد كبير من المعلمين وخطوا آراءهم فيه، بدون يعني حاجات كثيرة ناقصة، تجيك مناهج بتاع التوجيه مباشر. والتوجيه المباشر دائما بيجيب نتائج عكسية، دائما بيجيب نتائج عكسية. كيف؟ يعني هسه الحاصل في مجتمعنا ده نتائج التوجيه المباشر. يعني التوجيه إذا 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 كان ديني أو أخلاقي أو غيره وجاء بالطريقة الرادعة ما بيجيب نتيجة، لكن بالقصة السلسة. نعم. لكن الغير نحن نتحدث مباشرة يعني نحن لا يكون نجيب عن المرسل، يعني نتحدث عن الأستاذ، عن المعلم اللي هو مرسل الرسالة. المعلم جزء من منهجي، المعلم ذاته جزء من المنهج. يعني أنا ما لم أجيب معلم قادر على إنه يوصل المنهج ويلتزم به وهو ذاته أخلاقيا، ما لم أجيب ده ما بطلع جيل، ما بطلع جيل صالح أصلا بأي حال من الأحوال، بطلع جيل مفصول من المجتمع ذاتي أصلا. يعني ما يكفي إنه أنا أقسم التربية الإسلامية لجزئين، أقول الإسلامية 100 نمرة والقرآن 100 نمرة، ده بيوصلني لإنه أنا أطلع جيل متمسك بالدين. نعم. هي هذه النتيجة. نعم. يعني حتى ما في، يعني ليس هناك فوارق، يعني أستاذ في الخلوة يعني يغتصب طفلة عمرها 8 سنوات. يعني أنا حتى الدين ما كان رادع. المثل ما مظاهر، المثل ما مظاهر وادعاء، المثل ما مظاهر وادعاء إنه أنا عشان أبقى دولة دينية أدي التربية الإسلامية 200 درجة وأقسمها لمادتين عشان تكون أكبر من الرياضيات وأكبر من العربي، ده دليل على إنه أنا دولة دينية. العكس تماما، العكس تماما حصل تماما. طيب نرجع، خليني يا أستاذ زينب نرجع لأستاذ عبد المنعم في النقطة دي. يعني دائما هناك حديث عن إنه يعني انغلاق المجتمع بيؤدي لهذه الشاكلة من المشاكل. يعني المجتمع ما لاقي، يعني في كثير من الإشكالات ممكن تكون حتى على مستوى التشريع، على مستوى القوانين. يعني المجتمع كأنه يلتف على نفسه ويبقى
يعني يفرز مثل هذه الظواهر. الأستاذ يبقى ليس محل ثقة، الطبيب يبقى ليس محل ثقة، الصحفي يبقى ليس محل ثقة، يعني الناس أصلاً مفروض يكونوا ثقات بالنسبة لنا. طبعاً المآلات دي ممكن برضو يكون من مؤداها التعتيم الإعلامي الكبير اللي قالته الأستاذة. يعني إذا كان التوجيه عام والأستاذ أخذ الحصيلة الكافية من التربية وأهلته لأنه يكون أستاذ بالمعنى المطلوب، بالضرورة حيكون معلم بالوصف الكافي لأنه ممكن يساهم في مكافحة الجريمة وليس في زيادتها. فإذا كان المعلم ده يعني مؤهل بشكل زي ما تكلمت عنه أستاذة زينب الآن، ممكن بعد ذلك يقدر يوصل للأستاذ هو يكافح الجريمة حتى إذا كانت بين الطلاب ولا ممكن يكون جزء منها. يعني مثلا التوجه العام للدولة زي ما تكلمت عنه الأستاذة برضو، إذا كان يعني التعتيم على جرائم زي دي حقيقة موجودة في المجتمع وتم التعتيم عليها بشكل يعني توجيهي من جهة عليا، ده ممكن يساهم في انتشار الجريمة أكثر من أنه يحد منها. أس الجريمة اللي تكلمت عنها قبل شوية ارتكبها الوالد في بنته دي تقريبا حصلت سنة 2000، فمن الزمن ذاك أصلا ما وصلت للإعلام. بعد ذاك الحذر البيجي أسي بعد ممكن بعد الحلقة أو بعد البرامج البيجات كثيرة تتكلم عن ده والجرائد اللي قاعد تنشر، ممكن يكون حصل حذر من الأسر تجاه الأساتذة أو تجاه يعني كده تجاه الناس اللي هم ممكن يكونوا مأمونين على الأطفال. نعم. طيب خلينا نرجع لك يا أستاذة هاجر في القصة بتاعت يعني التناول الصحفي لمثل هذه القضايا، عشان يعني عشان يكون ملتزم بقدر من المسؤولية الاجتماعية، كيف هو يعني التناول الأمثل لأنه يكون كيف لمثل هذه القضايا؟ ألو أستاذة هاجر تسمعيني أستاذة هاجر؟ يبدو أنه فقدنا الاتصال بأستاذة هاجر سليمان مرة أخرى. خلينا نتكلم يعني فيما تبقى من وقت عن يعني طرق الحماية. يعني زي ما قلنا ما عايزين نجرم ونفتكر أنه يعني ليس هنالك مهنة أو فئة هي محل تجريم. يعني ما ممكن نقول أنه المعلمين مغتصبين أو المعلمين متحرشين، بالعكس يعني هم دائما محل احترام وتقدير. وما يحدث يعني حتى تنامي هذه الظواهر لابد أن نبحث عن أسبابه زي ما قالوا ضيوفنا الكرام وعن حلوله. يعني خلونا نتكلم عن الحماية، كيف إحنا ممكن نحمي أطفال؟ يعني في حاجة برضو أيضا في مجتمعنا ده أفتكر إنها منتشرة، يعني تقديس، يعني حتى فكرة إنه مثلا المعلم مقدس، إنه الجار المقدس، إنه يعني كثير من العلاقات يمكن من لأنه إحنا مجتمع فعلا كان عندنا كثير من القيم والآن في مرحلة تحول زي ما تفضلت أستاذة زينب بذكرها. يعني كيف إحنا نعمل حماية؟ يعني هل مفروض المدرسة يكون شكلها معين؟ مفروض يعني الأستاذ ما يختلي بالطالب، يعني نسمح له إنه يكون يلاقيه في مكتب وحده يعني يدرس بعد آخر اليوم، يدرس حصص خاصة لطفل بدون وجود إدارة المدرسة زي ما أنت قلتي أو أستاذ مسؤول أو كذا أو كذا؟ والله طبعا الأمثل إنه المدارس دي كلها تتبع لوزارة التربية والتعليم وما يكون في أي مدرسة خاصة وما يكون في أي تعليم بقروش. ده الأمثل، ده الوضع الأمثل. نعم. أصلا ويكون في معلم بياخد مقابل. لكن الأمثل الآن بعيد من الواقع، بعيد من الواقع. ناخد جرعة بتاعت واقعية شوية كده عشان الناس تقدر تستفيد. أنا عايز أقول في الحتة بتاعت التوعية في القصة بتاعت الطفلتين قالت إنه مركز سيما فحص لهم الإيدز، وده بيعني إنه بمجرد ما حصل الاغتصاب ما أخذوا الحقن بتاعت الوقاية من الإيدز، اللي هو دي حقن بيدوها للزول الحاصل له اغتصاب لحد 72 ساعة، ودي بتتوفر في بعض المستشفيات أفتكر أو متأكدة إنه في المستشفى الصيني في درمان وفي مستشفى جبل أولياء، ما عارفة تاني فيها مستشفيات، لكن دي مهمة جدا إنه في خلال ال 72 ساعة ياخذ الزول حقنة وقاية من الإيدز. أنا ما بقول إنه المعلمين ما يختلوا بالتلاميذ لانه ده شغلهم، يعني انت تلميذ عايز تصحح له وعايز تراجع له، عايز تناقشه في مشكله حتى نفسيه، ما لازم تختلي به، لكن الجو المدرسي والبيئه المدرسيه اللي التربويه اللي بتخلي ده يحصل. نعم، شكرا استاذه زينب. خلينا نسال الاستاذ عبد المنعم في نهايه الحلقه عن يعني الحماية القانونية بالنسبة لأطفالنا، ممكن يعني تسن قوانين مثلا أكثر ردعا وأكثر حسما، ولا إنه يكون في تأهيل أكثر لمعلميننا ويحصل شنو عشان إحنا يعني نتفادى مثل هذه المشاكل.
طبعا المهم بالاساس رفع كفاءه المعلمين وزياده الجرعه التربويه اكثر منها الجرعه العلميه. وبعد ذاك القوانين ممكن تصل لمرحله طبعا ما بتفرزها، حتى في النهايه القوانين ما حتفرز المعلم من المهنيين الاخرى، لكن في النهايه ممكن يعني تضاف مواد تتعلق بالشخص الجاني او المتهم في حالة تكون عنده علاقة أو مأمون على الطفل تزيد عقوبته زي ما حصلت في المغرب أو في دول أخرى. شكرا أستاذ عبد المنعم آدم المحامي، شكرا أستاذة زينب بدر الدين رئيسة منظمة المعلم قبل الجميع، شكرا أستاذة هاجر سليمان اللي قطع الاتصال بها رئيسة قسم الحوادث في صحيفة السوداني، شكرا لكم مشاهديننا الكرام. في النهاية ليست مهنة التعليم محل تجريمنا ولا محل اتهامنا، ولكن هي محاولة للولوج يعني لمعرفة ماذا يحدث ولماذا يحدث. شكرا جزيلا لكم.